انا اللي وصفتك اياه يعني. الحمد لله يا رب ان تمكننا من الشيء هذا اللي خلى اغلبيه حفر الباطن انهم يلقبوني باللقب هذا. نعم اكثر ما اهتميت باعاده تدوير المهملات. جميل. خاصه المهملات اللي تخبر لا يستفاد منها التالف يعني التوالف اللي ترمى. ايه وسويت كحديقه اعاده تدوير داخل حوشمات حفر باطن. جميل. سويت حديقه كامله كلها من التوالف. جميل. سويت ايش؟ سويت حديقه ايه بحوش امانه حفره باطن كدعم من امانه حفره باطن. طبعا استر عمر كل الشكر لاخوي سعود الصقري هو اللي كان يشجعني وهو اللي كان يدعمني وهو اللي كان واقف معي خاصه بالموهبه هذه. كيف حديقه من التوالف يعني؟ طبعا سوينا بها نوافير شلالات من كفرات سيارات. عندك صور عندي مقاطع فيديو كامل للمشروع من بدايته الى لما افتتحه الامين وكرمني عليه. موجود معك الان موجود الصور. عندي مقطع كامل. تعال. مقطع كامل. طبعا اشتغلنا على كفرات على نخله جذع نخله قصينا من النص خلينا كرسي. كانت عندهم بيبان خشب توالف كانت مهمله يعني ناويين انهم يقطونها استغلناها ولبسناها سويناها زي الشلال. اباريق عندهم اباريق تالفه سوينا منها اللي هو نوافير على المداخل. تعال تعال احمد تعال. براميل سوينا منها كراسي سوينا منها زي المزهريات. جميل. طيب عمليه انت تعمل موظف في الامانه ولا؟ لا انا متطوع تبع اصدقاء امانه حفره باطن. وعندك ورشه وعندك؟ عندي ورشه ولا حد. طيب الان اشوف انه في توجه الان نحو الاعمال التراثيه بشكل عام. هل انت قمت بتنفيذ اعمال تراثيه مثلا؟ اعمل ما في شيء مستحيل ولله الحمد. ما في شيء. انا وصلت المرحله الحمد لله يا رب انه ما في شيء مستحيل. يعني كم دامت المساله؟ يوم التاسيس سويت اشياء مع نادي عبق سويت كتراثيات من خشب اللي هي السيور الخشب زي السياجات ما سياجات وطاولات تراثيه. جميل. كائنات غطى جانب من عنده لكن انا حبا له في جانب معين بعد بغطيه. سم ترى الرجل يسوي كرفانات وقد ودى موسم الرياض كرفانات باعنا على احد الشركات الموجوده في موسم الرياض. جميل. عندنا دورات اللي هو الفود تركات ويسوي دورات مياه متنقله. سوينا صالون تجميل كامل طبعا عربه كامله محتواه كامل تجميل ما تجميل وبها مغسله وبها كرسي غسيل للشعر وبها اربع طاولات. من التوالف هذه سويتها ايضا؟ لا هذه طبعا شغل اضافي على اللي هو اعاده تدوير. عندي في كرفانات كثير اشتغلنا عليها الكونتينرات. كونتينرات جتني حولتها الى كافيهات. جميل. حولتها الى شاليهات. بس الكونتينر ثقيل يا عبيد. بس انه كحديد وكجوده كحديد قوي كعمر اطول. ما شاء الله شغالين جميع. كنا انا وياه محل زينه سيارات. انا والرجال كنا من 2006 او نعم لا 2009 يمكن 2010. بس انا اتكلم عن حديد الكونتينر الان. الكونتينر ثقيل على اساس انا استخدمه. طبعا انت بتركب له اكيد عمليه المحركات شو اسمه الدفرنسات المحاور وما المحاور والامور هذه. ما هو ثقيل يعتبر في السعر بس انه كجوده. جودة. أنت كجودة وكتوفير أنت لما تبي تبدأ من الصفر يكلف عليك مبلغ قوي. أما لما تجيب كونتينر الكونتينر لا يتراوح سعره بين الأربعة خاصة الخمسة متر إلى ستة متر إلى أربعة خمسة آلاف ستة آلاف. فلما تحوله تكون التكلفة أقل وعمر أطول. طيب العرض عرض الكونتينر عرض الكونتينر تقريبا حوالي 3 متر. لا 22 22 وفي 3 متر تقريبا. كم 3 متر ممنوع كفوت ترك توقع بالرخص. ايه؟ كترخيص مسموح كاغلى اغلب بعرض الى مترين ونص. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. هلا هلا ايمن الضفيري من حفر الباطن. نعم عبيد الشمري. هلا بك. هلا هلا حياك الله. من المتسابقين بحفر الباطن واكيد انه قام علشانكم ولا هو بالعديد. حيا الله ايمن.
صباح الخير. خذ لك خذ لك ميكروفون. عندك ميكروفون ولا؟ شفاعة صاحب السمو الأمير منصور تنازل اليوم عن الدم، صار له 24 سنة رافض ولي الدم. ما شاء الله يتنازل. ما شاء الله مبروك. اليوم تنازلوا، ونشكر صاحب السمو على هذه البادرة وهي غريبة عليه. ما شاء الله. طبعا أنا حاب أقدم لكم أول عمل إعادة تدوير. اول ما بديت في عاده التدوير، انا اول ما بديت في عاده التدوير طبعا كان عندي بريق بالبيت. ايه كنت اتخبر من الفضاوه الزايده، فحولت بريق لنافور عندي بالبيت. فجبت لكم عينه انا كهديه مقدمه مني لكم. قناه الواقع. احمد المطيري تقول انت من 2006 يعني من زينه السيارات الى ما شاء الله تبارك الرحمن الان تملك شركه. إيه؟ مؤسسه مش شركه. فرنشايز شركه. وكيل شركه. وكيل شركه. اي جميل جدا، لانه انا الكلمه ما لقطتها عدل. تخصص الجامعي تربيه خاصه. هو هنا ادخل عاد بشكاليه. هو طيب ليش ما اخترت الهندسه طيب؟ لا والله انا من زمان ابي التربيه الخاصه. هو يعني من 2006 انا وياك كنا بالزينه. جميل. الى 2010 عاد هو الرجال راح كمل دراسه، وانا توجهت كملت الزينه. انت ايش تخصصت فيه عقب؟ انا كنت انا بال 2010 طول عمري تكرمت من عبد المحسن بن عطيشان محافظ حفر الوطن سابقا كافضل معدل سيارات يدوي، ولي مقطع باليوتيوب. ونعم. الان ما درست؟ كملت الدراسه الجامعيه؟ لا انا ثانوي وقفت. ممتاز. لأنه حتى أيام الثانوي كنت أشتغل ترى. لا العمر قدامك إن شاء الله، والطلب العلم ترى ما يتوقف عند عمر معين. كل إنسان يرتاح. بضيف حاجة بمناسبة اليوم العالمي للأخت. اليوم العالمي. يوم هو اليوم الأخت. يوم الأخت الأمس. إيه. أنا طبعا أول بداية تجاراتي أول دعم جاني من واحدة من خواتي. الله يوفقها ويرزقها. إيه والله هي اللي أول ما بدت كشفتني أشتغل على الخفيف. فقدمت لي مبلغ قالت كون نفسك. فالحمد لله يا رب هذه انطلاقتي كلها من المبلغ اللي اعطتني اختي. الحمد لله والشكر. الحمد لله. عسى الله يرزقك ويرزقها ان شاء الله. امين وياك. ويبارك لها ويقول اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا. واكيد ان شاء الله انت بالنسبه لها تعتبر الاستنطار الجيد. الحمد لله. هي طال عمرك لا اعتزت بتقول اخوي فلان. بالله. لانه يقول لك الزوج موجود والولد مفقود، الولد مولود. والاخ مفقود، يعني ما في شيء يسد مسد الاخ. نعم صح. ولا في شيء يعوض تعويض الاخ، والاخ ترى تفخر باخوها. نعم صحيح. والاخ ايضا يفخر باخته. صحيح. فلذلك القصص جميله في مساله الاخ والاخت. ايضا التفاعل انا ان شاء الله بحاول ان شاء الله في الجزء الاخير من الحلقه بحاول ان شاء الله انه نقرا بعض المشاركات في يوم الاخت اللي الحقيقه اتحفونا فيها مشاهدينا الكرام. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن يا عبيد وانت واحمد والشباب ما شاء الله كلكم طاقات منتجه وكلكم